يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة بناطير جينز، بيع كل الكمية 700 قطعة، البضاعة جديدة وحديثة وحتى موديلاتها كلش حلوة. هسا نشوفكم اياها، بيع كل الكمية، القطعة بدولارين ونص شحن وجمارك مجانا. طبعا البضاعة ستاندر. هسا نشوفكم التغليف مالتها. شوفوها هاي البضاعة، كل قطعة تجي مغلفة، كل قطعة بيها الكارت وبيها القياس مالتها. يعني مثلا هذا قياس 36، قياس حقيقي. شوفونه خامته كلش حلوة صراحة، خامته كلش حلوة، كلش يعني مو شوية. هذا ايش قد قياسه؟ هذا 33، هذا 34، هذا قياسي، هذا قياسي. 700 قطعة، القطعة بدولارين ونص شحن وجمارك مجانا. البضاعة ممتازة كجودة وكموديل وكالشكل، يعني مو موديلات قديمة. بسم الله. بضاعة كلش حلوة، شوفوها خامة، القصة مالتها كلش جميلة. تعالوا نشوف بعد موديلات مختلطة. 700 قطعة تستلم المبلغ من توصل سلعة أو لا؟ الدفع مقدما. شوف هذا، شوف هذا، بضاعة صراحة كلش حلوة، يعني موديلاتها كلش جميلة. شوفوها هذا، شوف اوه هذا حلو قياسك. قطعة بدولارين ونص شحن وجمارك مجانا، بيع كل الكمية 700 قطعة. الشروة مال اليوم كلش نظيفة وكلش حلوة. ما اعرف اذا كان هذا قياسي، خليك اشوف. مشكك من جوا، مشكك من جوا. هو موديله هيك، هو موديله هيك، كل جينز له موديل، هو هذا موديلاته هيك. هذا راح اخذه لكم. هو موديلاته هيك، اكو مشقق، اكو مزرف، اكو هيك، هو موديله هيك. هاك شوف شلون حلو، حلو لو مو حلو؟ انا البس هيك شغلات صراحه حلو. شوفونه دولارين ونص شحن وجمارك مجانا، بضاعه جديده ستاندر، كل قطعه بيها كارت. بعد اكو هواي موديلات وهواي انواع. شوف هذا قياس 30، شوف هذا قياس 32. ما شاء الله، طاير جيبه، طاير جيبه، ماكو جيب، جيب مال تمام. راح نشوف. اوه حلو، جميل صراحه. مو بس حلو كموديل وكخامه، خامته صراحه كلش مميزه. انا احب البناطير هيك خامتها. انا عجبتني الالوان، شوف الوان جينز، خامته كلش حلوه. هذا ما بيجيب. شوف هذا، هذا أسود، أوه لون جميل هذا صراحة. 32، شوف خامة وموديلات راقية، كلش راقية. شوفوها بضاعة راقية كلش جميلة. هاي البضاعة بدولارين ونص شحن وجمارك مجانا، 700 قطعة، بيع كل الكمية. البضاعة هاي ستاندر. هسه شوفوا اسطب جوا، شوفكم تغليفها. يعني شوف هذا، ياخذ 700 قطعة يبيعها حتى هو جملة يفتح له مشروع عمل سنة. جملة؟ ايه يبيعها مفرد، شو يبيعها جملة؟ اه في مثلا يبيعها 100 قطعة. لا واحد يفتح له مشروع جملة يبيع 700 قطعة الهام ويخلص وبعدين يظل قاعد. لا هاي تنباع، يخلصها في اسبوع. هاي لا تنباع مفرد، يسوي له صراحة بيج او محل او كل شيء، يبيعها قطع مفرد، لان بناطير كلش حلوه، خامته حلوه، موديلاته حلوه، كلش حلو. اكشن يقول لك بس عريض. شنو عريض؟ هاي مو لبست هذا واحد وذاك واحد، لا عريض ايش، لا لا مو ذاك العريض من الاسفل، لا موديلات حلوه وكلش جميله.
عريض شنو عريض؟ مو عريض. هذا 36. هسه انا مو لبست قبل شويه قياسي مو عريض. هلا البس مشي واحد اخر قياسي. هسه راح البس اطلع قياسي والبس بعد. هذا نفس الموديل انا لابسه بس غير لون. انا قياسي حبيبي قماصل اكو رخيص. قماصل اكيد عرضت لكم خمسه بخمسه دولار راح تخلص. باقي عندي 700 قطعه، البارحه نزلت لكم قمصه ب 5 دولار. شوف هذا. هو نفس اللي لابس يا استاذ. اوه نو. انت عجبك تضلي تفتح بس هذاك. حتى نفس القياس؟ لا هذا كبير، هذا اصغر. قال لك البنطلون عريض من تحت. هو موديله هيك، لا مو عريض، لا مو عريض. لكن قال لك حلو عليك، هذا اللي قال لك سمه. مو عريض البنطلون بالعكس. السعر كم؟ دولارين ونص شحن جمارك مجانا. اي دولة؟ شنو هي الدول اللي مكاتبنا فقط، مكاتبنا فقط موجود بالتعليقات. شوف هذا 33. شوف هاي البضاعة، شوفوها هاي البضاعة، هاي شوفوها هنا. هاي انا اشتريت هاي الشربة، اشتريت قبل شوي الشروة الشتائية، هاي الشروة اللي اشتريناها الشتائية، وهاي باقي 700 قطعة راح ناخذها وياها، 700 بنطرون فقط. من أحد مكاتب ألمانيا؟ تخبين الأسود. ما عندنا مكتب بألمانيا، لأن ألمانيا ندز كل زبون على اسمه على البريد مالته، ما نحتاج مكاتب، لكن عندنا شحن وعندنا زبائن بألمانيا وصلت بضاعتهم. شوف هذا. هذا نسائي صحيح؟ ما بعرف، قبيح ما عجبني. ها؟ كلش قبيح ما عجبني. نسائي يمكن. مو شنو عجبك وما عجبك، كل واحد واحد بيش اسمه هيك. موديلاته هيك. انا يعجبني الاصفر، انت ما يعجبك. قال لك ياسر الكوب الحراري هو نفس السحري. شنو ما افتهم هاي الشغله. ما افتهمت السؤال صراحه. شوف هذا الدستة، هاي الدستة نفس هذا الموديل. كوب الحراري قال لك هو السحري. ما اعرف شنو يعني، ما اعرف شنو السحر يعني. حتى انا ما افتهم. شوف خامتها كلش حلوة. هذا بلي ستايل مالته هيك، مش ما في جيب، هم كلهم هذول ما عندهم جيب. شنو؟ هذا ستايل مالته هيك. صحيح. هذا ثاني واحد طلع لي. والله ما اعرف الستايل مالته. لا لا مو ستايل مالته، مشلوع الجيب. شوفي اكو اثار خيوط. كان بيجيب وشال عينه، لربما غلط بالانتاج او شو، شال عين الجيب مالته صراحه. كلش بس البناطير قويه. اي قويه البناطير كلش. هذا اصلا قياسك، قياسك هذا 34. اخذ لي واحد. طبعا ما يبين جماليته كلش، لان تعرفون لابس جينز واحد فوق واحد، بس افضل من لا شيء. عندك مكتب باركوك؟ كركوك قصدك؟ كركوك؟ كركوك بالعراق فقط، مكتبنا ببغداد ما عندنا بغير مكان. دولارين ونص شحن وجمارك مجانا، بناطير كلش حلوه. شوفوا ابو سفيان شبوت الهام وصل تعليق ياسر الامر ضروري. اي ابو سفيان حبيبي، اي شيء تحتاج يمك ابو حسين. انا ما اقدر اسوي اي شيء، انا فقط علي بث البضاعه لان انا خارج الشركه. اي شيء تحتاج يمك ابو حسين، تواصل ويا ابو حسين. شو سعد لا هذا في البيت؟ الغاء الغاء. دولارين ونص شحن وجمارك مجانا، فقط عندنا 700 قطعه. البضاعة كلش حلوة صراحة، كلش حلوة ككواليتي كموديلات روعة. شوفوها. اكو بيع مفرد؟ لا ما نبيع مفرد، احنا بالصين. مفرد تشتري من دولتك، ليش تستورد من الصين؟ خلاص ياخذ البضاعة كلها نسوي له اعلان، روحوا ياخذوا من عنده بالمفرد. ما يقبلون. لان اللي يشتري البضاعة كلها يريد يبيع براحته، ما يريدهم يعرفون هو جايبها من ياسر. يعني اذا باعها ب 10 دولارات يقولوا ليش ب 10؟ مو ياسر باع لك اياها بدولارين ونص؟ ما ياخذ راحته. فاكثر الناس يقولوا لي لا تقول احنا اشترينا بضاعتك. شوف هذا نفس هذا.
بضاعة جديدة ستاندر، خاماتها كلش حلوة صراحة، تغليفها كلش حلو. عطشت. لك أبو حسين ما يرد صار له أسبوع. هسه أنا اليوم أشوف لك أبو حسين. شوف. شوف البضاعة. هذا السوداني قلي مع الأسف تشوفين تعليقه وما تذكرينه، ما شفت ولا شيء. ليش ما تردين على علي السوداني؟ لين ولد يعني لو شنو؟ لا علي السوداني عزيز علينا صديقنا كل مرة، ليش الهام؟ هاي يمكن الهام تكرهك احتمال وما تقرأ تعليقك. لا ما شفت ولا تعليق لأني جاي أصور. أمزح معك كل مرة يكتب لي شيء، تبى تدري إنه هو علي السوداني كل مرة يكتب لي شيء. قال لك آسف ما وضحت الكلام، قصدي كوب حراري اللي عرضته قبل شهر هو نفس الكوب السحري اللي لما تطبع عليه صورة تظهر. ها لا 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 مو نفسه، لا ذاك الكوب السحري اللي هو من تخلي بيه مي ساخن يلا تبين بيه الصورة، هيك قصدك؟ لا لا مو نفسه، هذاك كوب حراري فقط أبيض. شوفوا صراحة البضاعة كلش حلوة هذه، طبعا اكو بعد هواي موديلات وهواي ألوان وقياسات وكذا، بس البضاعة كلش حلوة خلاص، يعني ليش نفتحها كل هالبضاعة؟ ضمان الجودة يعني ماكو ولا قطعة. يوجد مكتب في فلسطين غزة؟ لا ما في. ما عندنا مكتب في فلسطين لكن عندنا شحن في فلسطين. شوف. يقول لك شقد يطول الشحن على ألمانيا؟ الشحن إلى ألمانيا ما أعرف والله، يمكن شهرين أو أكثر ما أعرف. إذا تريد تواصل مع مكاتبنا العفو معانا على مكتب الصين، ممكن حتى ينطوك رقم الزبائن من ألمانيا اللي هم وصلتهم بضاعة. واي عندي زبائن بألمانيا. يلا. شايفين ألف خير، والقطعة بدولارين ونص شحن الجمارك مجانا، بضاعة كلش حلوة أنا أنصح بها صراحة، حتى أنا عجبتني هسه ثلاث قطع أربع قطع يمكن آخذها إلي، يعني اللي ياخذ 700 ممكن ناخذ قطعتين أنا والهام ثلاثة نطي الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم.